هيا تاني موجودين؟ تاني موجودين او لا؟ والله يا طيب احنا كنا دقيقة بس، هذا مش الملف اغلق. طيب لحد الان اوكي معاكم؟ يلا في معانا هنا يقول لك خلاص. فالآن بعمل فانكشنز واعمل لها عملية استدعاء لهذه الفانكشن كفانكشن كول بروجرامز. يقول لك كولينج اند ريتيرنينج، هاو داز كولر فانكشن جامب تو كول فانكشن. احنا بنستخدم دالة الجام لعملية، يعني احنا اول شيء خلينا نقول بالسي بلس بلس، كيف بتستدعي الدالة بالسي بلس بلس؟ نكتب اسم الدالة. طيب لما تيجي تترجمها، مش لما تكتب اسم الدالة تستدعيها، هي عبارة عن يروح لمكانه كأنه جنب ولا مش جنب؟ ايوه فبالتالي أنا لما أستدعي دالة معناته كأنني أعمل عملية قفز لدالة الكولي، اللي الدالة اللي أنا بستدعيها. طيب كملت الدالة اللي نستدعيها، المفروض لو نرجع دالة لم المين برافو عليك، المفروض للمكان أرجع اللي يقف هذا. ممتاز المكان. لذلك يقول لك كيف بنعمل جام للدالة اللي نشتي استدعيها، وكمان كيف بعمل الدالة بترجع back to the right place in caller function، كيف بترجع مرة ثانية نفس المكان اللي تم استدعائها منها. هذا الثنتين الحاجات أكيد بنركز لها. فالدالة ما هي إلا عبارة بالأسمبلي كيف بقفز لبداية الدالة الثانية، ولما أجي على الريتن كيف أرجع نفس المكان اللي أنا انطلقت منه. هذه بنركز عليها. كمان بركز على الباسنج بارامتر. ايش معنى باسنج بارامتر؟ ايش البارامتر؟ المعادلة المعاملات، يعني انا كيف الان بقدر اعمل لك عملية عبور، او كيف برسل بالبارامترات للدالة اللي انا بستدعيها. كمان معك sorting local variables، ايش معنات الدالة المتغيرات المحلية. Where does Collie function store its local variable؟ وين اللوكال variable انا بخزنها بداخل المين؟ طيب ايش تعرف عن اللوكال بارامتر؟ حد يقول لي. تنتهي بانتهاء الكود. تمام ممتاز، تنتهي بانتهاء الكود. لذلك وين بخزنها؟ لانه بتكون بشكل temporary، بشكل مؤقت، بمجرد ما انتهي من استدعاء تمسح من الذاكرة، صح ولا لا؟ بالريجسترات. ايوه. فبالتالي بشوف وين بخزنها بالضبط. هذا كمان يعني ممكن اخزنها بالريجستر، بالريجسترات، ويمكن اخزنها بالميموري. بس المفروض لما اخزنها بالريجستر ولا اخزنها بميموري، بعد ما اكمل استدعاء الدالة تنمسح معي، ما تجلسش نفس القيمة موجودة. كمان رقم 4 بعمل له handling registers، يعني كيف بتعامل مع هذه الريجستر. How do caller and callee function use same register without interference؟ يعني مثلا زي ما قلتم الآن نخزنها باللوكال. طيب افترض ان نفس الريجستر بعد ما استدعيت الدالة استخدمته نفسه، هذه معناته انه بيكون ما لهش علاقة، لانه الان اللي بداخل الفانكشن عبارة عن محلي، واللي خارج الفانكشن عبارة عن جلوبال. بمجرد ما انتهي من تنفيذ الفانكشن المفروض القيم تنمحي. وبعدين اخر شيء بالدالة اللي تسمى returning a value، اللي how does call function send return value back to caller function، يعني كيف بقدر أرجع الناتج أو القيمة اللي بترجعها الدالة لنفس الدالة المين لنفس المكان اللي أنا انطلقت منه. طبعا إحنا